السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم حلقه من ضمن سلسله حلقات تغطي عمليه الجهد الخدمي الهندسي الحكومي. بصراحه عنوان البرنامج منذ 5 سنوات هو بخدمتكم. بخدمتكم فعلا اليوم نشاهد هاشتاج لرئيس مجلس الوزراء، احنا بخدمتكم، فان شاء الله نكون فعلا في خدمة المواطن العراقي بعد جفاء، بعد عناء، بعد اهمال من عدة حكومات متعاقبة بكل اطيافها، هملت مناطق كثيرة بل بكل المحافظات العراقية. اليوم نشاهد هذا الجهد الخدمي الحكومي الهندسي الحكومي في الميدان بشكل مباشر امام اعين أهالي المناطق المستهدفة. في بغداد عجلة العمل بدأت منذ شهرين تقريبا، والآن بدأت تنتقل خارج محافظة بغداد. كانت الوجهة الأولى محافظة الديوانية، هذا شيء إيجابي، وأكيد سوف نستمر بالتغطيات المباشرة لهذا المشروع الخدمي الحقيقي. هناك معوقات، هناك أسئلة، هناك استفسارات، هناك مديات للعمل أكيد راح نستفسر عنها خلال ضيف حلقتنا. لكن بعد أن نتعرف على ضيف حلقتنا هذا اليوم، نشاهد تقرير يوضح العمل في هذا الفريق، فريق الجهد الخدمي الهندسي الحكومي. نشاهد نحن وياكم هذا التقرير ومن ثم نعود. الجهد الخدمي والهندسي جيد جدا، والمنطقة عانت معاناة في ذاك الوقت، والتفاتت رئيس وزراء، دولة رئيس وزراء التفاتت وبذلوا ما بذلوا جهود طيبة بالمنطقة، عادة المجاري والماء والتبليط والكهرباء إن شاء الله، ونشكرهم على جهودهم الطيبة، ونسأل الله ورسوله إن شاء الله أن يديم العمل بالمنطقة وبكافة العراق. سيد محمد الشياع السوداني، الجهد الهندسي للحشد الشعبي والبلدية الشعب، وكافة الوزارات الساندة لتقديم الخدمة لمنطقة حي الكوفة. مباشرة حلوة، الله شاهد، هو مو قدامهم ناس هم سباقون بهذا الحدث، وما متوقعين هاي المنطقة تصير بها هاي الخدمات. كنا نعاني هواي من شغلات، مجاري، مي، كهرباء، ان شاء الله هم اكو مبادره بعون الله، بس شوي يكون مثل همه اسرع بعد. اي والله مشكورين على هذا الجهد. باشر مدير الهندسه العسكريه بالمرحله الاولى في شارع 20 بماده التراب وتسويه الارض وحد لها لتمهيدا الى ماده السبيس وبعدها التبليط. طول الشارع 400 متر والعرض 14 متر. هاي المناطق ما بيها كل خدمات، يعني مناطق هي عدد سكانها كلش كبير، شلون متباوع له بالالاف، ما بيها كل خدمه، بس هاي الحكومه والجهد الهندسي مشكورين على هذا العمل الجيد، وعمل نظامي، وعمل انه ما يحتاج واحد يعبر عنه لين تشوفه العين. وبهذه المناسبه نقدم شكرنا وتقديرنا لجميع الجهد الهندسي اللي اشترك بهذه المهمه لهذه المناطق الفقيره. سوق صوب بالذات يسمونها مقبره الاحياء، قبل يسمونها مقبره الاحياء لانه ماكو اي خدمات، لا مجاري، لا تبليط، لا مداد. هذا التبليط هذا نعمه من الله، الارتفاع 10 سنتيم، العرض 10. حسب توجيهات السيد رئيس الوزراء المحترم وهيئه الحي الشعبي مديريه الهندسه، طبعا مثل ما تشوفون اليوم الثاني احنا مباشرين في منطقه 7 قصور، الشارع الرئيسي الرابط بين 7 قصور حميديه. الطريق الطول مالته 3 كيلوات، والحمد لله اليوم الثاني احنا ان شاء الله مباشرين باكساء ماده التبليط. والحمد لله ورا منطقه 7 قصور عندنا ان شاء الله منجزه للعمل لماده اكساء هي حي الكوفه. ضمن الحمله الخدميه رئاسه الوزراء، احنا اليوم بالطريق الرابط بين 7 قصور والحميديه بواقع طول 3 كيلومتر. نسبة الإنجاز فيه تقريبا 45%، اليوم بلطنا تقريبا طول 450 بعرض 10 متر وبسمك 10 سنتيمتر. وها نحن اليوم نرى هذا الجهد الهندسي
يطلق هذه الكلمة وهذا الشعار الذي يحمله ندافع ونبني. ورأينا بأن أبطال الهندسة العسكرية بعد ما خلص أيام الجهاد والقتال، ها هي معداتهم وشبابهم يتواجدون في هذه المناطق. هذه عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام مع برنامج بخدمتكم والحلقة الخاصة عن الجهد الخدمي الهندسي الحكومي في الميدان. فعلا أي جهد، أي عمل لأي مسؤول لأي موظف إن كان في الميدان أكيد هناك مردودات الإيجابية تكون أكبر عن يعني بدل أن يكون هو مكتبي ويتم توقيع البريد وجاك البريد وودي البريد. صح هو البريد ضروري جدا لقضاء حوائج الناس، لاستدامة المشاريع، لملاحظة أعمال الوزارة أو الدائرة المعنية، لكن الميدان هو أفضل إجراء وقائي لعملية الفساد. هي عملية إيقاف الفساد نوعا ما ويتم القضاء عليه عبر القانون. اليوم ضيافتنا، ضيافة برنامج بخدمتكم، الأستاذ عبد القادر الدخيل، المدير التنفيذي لإعمار مدينة الموصل وأيضا عضو فريق الجهد الخدمي الهندسي الحكومي. نرحب بك أجمل ترحيب أستاذ عبد القادر. شكرا دكتور حازم وشكرا لقناة الأيام على هذه الاستضافة، وبصراحة قناتكم الموقرة كان لها دور كبير في إظهار الصورة الحقيقية لفريق الجهد الخدمي والهندسي والتي تابعت أعمال الفريق وتحاول أن تبرز النشاطات الحقيقية للفريق، فهذا يعطينا بصراحة دافع كبير من أجل تقديم المزيد والمزيد حتى تصل كل الأعمال إلى أهالينا في عموم المحافظات العراقية. احنا بخدمتكم إن شاء الله، وأكيد بخدمة كل مشروع يقدم خدمة الصالح العام. أستاذ عبد القادر، أنا حسب علمي يعني قبل دخلنا الاستوديو هاي جيتك من الديوانية، هل نبدأ من الديوانية؟ كيف قاعد تسير الأعمال في الديوانية من قبل فريق الجهد؟ بصراحة بداية حكومة السيد محمد الشاع السوداني أخذت على عاتقها وضمن منهاجها الحكومي هو تقديم الخدمات العاجلة والسريعة للمناطق المحرومة بدون مماطلة وبدون تسويف وبعيد عن الروتين والبيروقراطية. فبالطبع عندما تشكل هذا الفريق بقرار من مجلس الوزراء والذي أخذ على عاتقه تقريبا ثلاثة مهام رئيسية، المهمة الأولى تقديم الخدمات للمناطق المحرومة، وثانيا معالجة المشاريع المتلكية، وثالثا هو اقتراح مشاريع جديدة تضيف خدمات حقيقية لتلك المناطق المحرومة. وبالتالي بصراحة نشعر بفخر كبير عندما نخدم مناطق معينة وهي مناطق محرومة انحرمت من الخدمات لعشرات من السنين، وأصبح موضوع الخدمات متراكم فيها على فترة طويلة من الزمن. وحسب ما طلبت حضرتك دكتور نبدأ من الديوانية، بصراحة نحن نعد العدة لأن نكون هناك ثورة كبيرة في محافظة الديوانية، سواء معالجة المشاريع المتلكئة. ليش عفوا استاذ عبد القادر، ليش اختارت الديوانية بعد بغداد؟ بصراحة الديوانية هي من المحافظات ذات محرومية كبيرة وتعاني نقص كبير في الخدمات، وتحتاج وقفة حقيقية من الحكومة حتى يتم إنصاف هذه المحافظة التي عانت ما عانت من الحرمان لمدة عشرات من السنين، وأيضا حتى مواردها الذاتية هي قليلة، وكذلك موازنتها قليلة جدا لا تتناسب وحجم المحافظة وعدد السكان. بعض المحافظات
سواء المحافظات الغربية صحيح هي عانت ما عانت، ولكن لديها موازنة الصندوق الإعمار ودعم الاستقرار. محافظة ذي قار الناصرية فيها صندوق، ولكن لدينا بعض المحافظات التي البصرة فيها بترو دولار، الديوانية بصراحة فاقدة لكل هذه المقومات والمميزات التي أحيانا تمتاز بها المحافظات الأخرى، وكذلك محافظة كربلاء المقدسة والنجف الأشرف فيها أيضا يعني الزوار الأئمة الكرام فيها تكون مردودات أيضا اقتصادية للمدينة، سياحة دينية. سياحة دينية. أما محافظة الديوانية والقادسية فبصراحة هذه المحل أسأل عفوا المثنى السماوة، هذه المحافظات هي محافظات فقيرة اقتصاديا وكذلك فقيرة من ناحية التمويلات والحصول على مشاريع حقيقية تنهض بها المحافظة. وبالطبع أول زيارة لدولة الرئيس كانت إلى محافظة الديوانية وأعطى توجيهات أن تكون المحافظة الأولى بعد بغداد أن يقصدها الجهد هي محافظة الديوانية، والحمد لله تم إعداد خطة. الآن دخلنا داخل مركز المحافظة لأربعة مناطق، حي الأمين وحي العامل وكذلك دور سيد محمد والميكانيك. هذه المناطق شرعنا بتقديم الخدمات إليها، وكذلك سيد مدير مكتب رئيس الوزراء كنا خلال يومين الماضيين مع السيد رئيس الفريق وعدد من أعضاء الجهد في محافظة الديوانية، وتم إجراء زيارات ميدانية إلى الأقضية والنواحي، قضاء الشامية وقضاء الحمزة وقضاء عفق والنواحي التابعة لها، وأيضا تم إعداد خطة في هذه الأقضية والنواحي الوحدات الإدارية. فعملنا لن يقتصر على مركز محافظة الديوانية، وإنما سيشمل الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة الديوانية تقريبا 15 وحدة إدارية ستكون مشمولة بخدمات الفريق. قسم منها يكون عن طريق يعني عمل متكامل يشمل أنابيب مياه صرف المياه الأمطار وكذلك البنى التحتية للطرق وتبييض الطرق وكذلك تأهيل المدارس، وأيضا يشمل عملية صيانة الشبكة الكهربائية خاصة هذه المناطق الفقيرة العشوائية هي متروكة ومهملة منذ عشرات السنين، فخاصة الشبكة الكهربائية هي شبكة يعني متهالكة، الأسلاك متدلية أيضا بالنسبة للمحولات الكهربائية أحيانا محولة كهربائية تكفي فقط لعدد قليل من الوحدات السكنية في المنطقة المعينة، يتم ربط عشرات الأحياء على هذه المحولة ويحصل دائما انقطاع في الشبكة الكهربائية، فحتى الكهرباء البسيط الذي هو لا يحصل عليه هذا المواطن في هذه المنطقة. فالحمد لله شرعنا بإعداد خطة، الخطة إن شاء الله سيكون لأبناء محافظة الديوانية يعني يشعرون بتحسين الخدمات في هذه المناطق. هذه المناطق يسكنها الطبقة الفقيرة، وإحنا سميناها عفوا سعد القادر يعني خاصة محافظة الديوانية سميت بمدينة الشهداء، أكثر شهداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية هي من الديوانية، يعني هذا هو أبسط الحقوق اللي تقدم لهذه المحافظة. حتى بالنسبة لعمليات تحرير الموصل كان لأبناء محافظة الديوانية دور كبير في وكانوا الطلائع الأولى في وصولهم إلى ميدان التحرير، وقدموا شهداء كثيرة في مختلف مراحل الزمن، وبالتالي نعتقد أنه أن أبناء المحافظة يستحقون منا أن نقوم بخدمتهم سواء عن طريق فريق الجهد أو الموازنات الموجودة لدى الحكومة العراقية. وبالتالي نحن كحكومة مركزية وكدولة عراقية نمتلك مقومات حقيقية، لدينا الأموال، والآن سعر برميل النفط جيد، فلا بد أن تكون فرصة من أجل أن نغتنم هذه الفرصة ونقدم خدمات حقيقية يشمل عملية التأهيل وعملية الإعمار، ومن ثم نفكر بعملية التنمية. لابد أن نخلق تنمية في هذه المحافظات حتى لا يكون فقط الاعتماد على الدولة ومؤسسات الدولة في عمليات التعيين أو في عمليات. وبالتالي محافظة الديوانية
في تعتبر منطقة زراعية، يمكن أن تكون هناك مبادرات زراعية في هذه المحافظة حتى تكون هذه المحافظة مصدرة لكثير من المنتجات الزراعية وفيها مصادر مياه جيدة لو استغلت على الوجه الصحيح، وبالتالي لابد أن نفكر في خلق تنمية حقيقية في محافظة الديوانية حتى لا يتم الاعتماد فقط على الموازنات وأعمال والتعيينات والتوظيف. مرافد مهم للحكومة العراقية. بالضبط، فهدفنا الحقيقي لا يقتصر فقط على تقديم الخدمات العاجلة. الآن هناك ورشة عمل كبيرة في محافظة الديوانية وعن طريق وزارة المالية ووزارة التخطيط، هناك الكثير من المشاريع المتلكئة في محافظة الديوانية تخص المجاري، تخص موضوع المدارس، تخص الطرق. الحمد لله في خلال هذه الفترة الوجيزة وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمحافظة استطعنا من تضليل كثير من الصعاب، وإن شاء الله تكون محافظة الديوانية في وجه آخر. جميل، أحسنتم سعد القادر. يعني بالتأكيد هناك خطط استراتيجية لأي محافظة تستهدفوها قبل الشروع أصلا بالعمل. محافظة الديوانية صاركم جد بها تقريبا يوم 29/11 باشرنا في محافظة الديوانية. 29/11، جيد، يعني وقت لا بأس فيه. نعم. شقد نسبة الإنجاز تقريبا بعمالكم، يعني حسب المستهدف حسب الخطة؟ بصراحة دكتور، يعني هذه المناطق هي غير مصممة، وبالتالي تظهر أحيانا مشاكل ومعوقات في أثناء تنفيذ العمل. مثلا إزالة التجاوزات، هذا موضوع يعيق عمل الفريق. وهناك حادثة حصلت أمس في محافظة الديوانية، أحد المواطنين الذي يمتلك يعني صورة قيد سند طابو ملك صرف تبرع بجزء من سياج بيته من أجل مرور الشارع ما شاء الله، حتى يكون نافذاً لكل المنطقة. المسؤولية. وبالتالي بصراحة في بغداد والديوانية لاحظنا أن هناك تعاون كبير من قبل الأهالي في موضوع إزالة التجاوزات، إزالة التعارضات، وبالتالي لا يوجد حتى تذمر من قبل الأهالي عندما يعني يحتم العمل علينا إزالة بعض التجاوزات من أجل تنفيذ خطة الفريق. وهذا بصراحة هذه بادرة جيدة من قبل الأهالي. مستوى بكل مكان؟ نعم، كل سواء بغداد الكرخ والرصافة أو في محافظة الديوانية. أما بخصوص التوقيتات الزمنية، بصراحة العمل فيه حسب ما ذكرت فيه بعض المشاكل والمعوقات الفنية. نحن نريد أن نخرج بأعمال بصراحة أعمال حقيقية فيها مواصفات فنية وهندسية، وبالتالي نريد أن نكون يعني لا نريد أن نكون متسرعين، ونريد أن نكون سريعين في العمل حتى يلمس المواطن الخدمة الحقيقية وفق المعايير. وبالتالي التسرع قد يؤدي إلى بعض الهفوات الفنية التي نحن في غنى عنها. نحن نريد أن نخدم، ونريد أن تكون هذه الخدمة هي مشاريع وفق المعايير الفنية والهندسية. سعد القادر، يعني أريد تعطيني تقييم هذه التجربة بشكل عام، وأيضا تقييمك لدخول الحشد الشعبي بكل قوته، يعني بكل أجهزته المعدات في هذا الفريق. تقييم عام لعملكم كفريق جهد هندسي خدمي حكومي، وأيضا تقييم لعمل الحشد الشعبي، كان في معارك، خوض معارك مع داعش، حرب داعش، ومن ثم هذه المعركة الأخرى لا تقل أهمية عن خدمة الناس، يعني خدمة الناس لا تقل أهمية عن محاربة داعش. عفوا دكتور، سؤال جدا مهم. بالنسبة لتجربة الفريق الجهد الخدمي والهندسي، هي تجربة فتية جديدة لن تعمل بها الحكومات السابقة، وأعتقد هذه التجربة يجب الاهتمام بها وتقويتها، ومن أجل أن يكون للفريق قوة ضاربة في تقديم الخدمات. أولا، أعطى جرس إنذار لكل الوزارات والقطاعات الأخرى، يجب أن تكون هذه الوزارة بعض الدوائر وبعض القطاعات كانت خاملة
وكانت حتى الجهد التي لديها سواء آليات أو جهد بشري كان خامل، كان يؤدي فقط موضوع الدوام الذي ينتهي يبدأ الساعة 8 وينتهي في الساعة 2 بعد الظهر. وبالتالي أصبحت معظم الوزارات والقطاعات هي يكون عمل كلاسيكي من أجل فقط يعني التخلص من الوقت. وبالتالي أعتقد هذه فكرة الجهد أعطت درس جديد لكل الوزارات بأن تكون الوزارات جادة والوزارات تساعد الحكومة وتكون ذراع قوي في تنفيذ المنهاج الحكومي. الآن لو نتحدث عن القطاعات والوزارات المشتركة في العمل، وزارة النفط، وزارة الكهرباء، وزارة الموارد المائية، وزارة الإعمار والإسكان، وكذلك وزارة الصناعة، وفي مقدمتها هو هندسة الحشد الشعبية. الحشد يمتلك قوة تنفيذية كبيرة، يمتلك جهد كبير، ولديه آليات تخصصية كثيرة، وأيضا لديه من الفنيين والمهندسين. فنعتقد أن الحشد الشعبي هو القوة الضاربة لعمل فريق الجهد. وقد مثلما أبلى بلاء حسنا في عمليات التحرير، الآن له دور مميز في عملية تقديم الخدمات للمواطنين، وخاصة الطبقة الفقيرة المنكوبة التي عانت من نقص في الخدمات. فجميع الدوائر والوزارات الآن يعملون بروح الفريق الواحد، وقد تم دمج كل هذه الوزارات والقطاعات والحشد الشعبي في قوة واحدة هي قوة الخدمات، التي أعتقد أهالي بغداد في المناطق المستهدفة بدأ يلمس هذه الخدمات على أرض الواقع، وبدأوا يستبشرون بأن هذه الحكومة هي حكومة خدمات حقيقية. صحيح أن فترة تشكيل الجهد هي فترة قصيرة، ولكن هناك همة حقيقية، هناك إرادة. قد نواجه بعض الأخطاء، قد نواجه بعض المشاكل والمعوقات، ولكن بما أنها هي تجربة فتية فإن شاء الله يتم التغلب على هذه المشاكل خلال الخبرة التراكمية. بالضبط. ولدينا يعني بصراحة في بغداد سيكون أعتقد إنجازات كبيرة للجهد في فترة قياسية. لو نتحدث عن الأموال، لو أعطيت هذه الأعمال لمقاولين ستكون فترة زمنية طويلة جدا، وكذلك بالنسبة لعملية الأموال ستكون هناك مبالغ طائلة، وأيضا الكفاءة، والكفاءة ويكون العمل مراقب من قبل كل الجهات وكل القطاعات. الآن ممثلين عن وزارة الصناعة، وزارة الكهرباء، وزارة النفط، وزارة الدفاع، والحشد الشعبي أحيانا يتم الاجتماع فيما بيننا لمدة يعني مرتين في الأسبوع، وهذه بصراحة هذه تجربة جديدة أن كل الوزارات القطاعية يجتمعون سوية من أجل يعني اقتراح أفكار جديدة لتقديم خدمات جديدة. كل هذه الخدمات التي نقوم بها الآن هي عن طريق جهد حكومي بحت، والتنفيذ أيضا بآليات حكومية، والمهندسين هم تابعين لوزارات وقطاعات مختلفة. فيجب على الحكومة والقائمين على الوضع العام في البلد أن يدعموا هذه التجربة التي هي من شأنها الإسراع بتقديم الخدمات، خاصة من المناطق المستهدفة قد عانت ما عانت لنقص متراكم من الخدمات، فممكن بهذا الطريقة أن يتم الإسراع بتقديم الخدمات. أحسنتم سيد القادر. إذن كما يعني تطلبون من الحكومة، هناك أكيد مطالب عندكم للبرلمان، يعني هناك تشريع قوانين تحتاجوها أنتم، يعني كميزانية، كرفد، يعني هناك تغيير جنس الأرض، يعني تم تغييره لكن ما تمتلك الحكومة العراقية، لكن بعض هناك مناطق تجاوز يعني تحتاج إلى خدمات، لكن هاي القطع الأراضية ما تمتلك الحكومة، يمتلك الإنسان المواطن العراقي، ولكن تم تجاوز عليها. كيف تنحل؟ يعني ما هي طلباتكم أيضا من البرلمان بشكل عام؟
بصراحة لو نرجع على موضوع التجاوزات والعشوائيات، هو موضوع قديم جدا. فخلال عام 2000 أو 2001 صدر قرارين في زمن النظام السابق، قرار 156 تمليك المتجاوزين، وأيضا في نفس الوقت صدر قرار 154. لحد الآن الحكومة العراقية تعمل بموضوع إزالة التجاوزات وفقا للقرار 154، وال 154 فقد كثير من قوته التنفيذية، لأن في حينها عندما صدر القرار يعتبر رئيس الوحدة الإدارية قاضي جنح. الآن بعد 2003 فهناك اعتراض على موضوع أن يعتبر قاضي الجنح اعتبار مبدأ الفصل بين السلطات، وبدأ هذا القرار يفقد كثير من قوته التنفيذية في منع موضوع التجاوزات. هذا من جانب. من جانب آخر أن الحكومات السابقة لم تعالج موضوع السكن بشكل جدي ومدروس، وبالتالي لو نأتي إلى هؤلاء الطبقة الفقيرة أصحاب الدخل المحدود الذين يسكنون في هذه المناطق، لو كانت لديهم حلول أخرى ما سكنوا في هذه المناطق التي تفتقر إلى مقومات العيش، مقومات الخدمات. الحمد لله كان فريق جهد خدمي حكومي كان لنا الشرف أن نكون أول من قدم الخدمات لهؤلاء الطبقة الفقيرة من الناس، بصراحة يعيشون في وضع مأساوي كبير جدا. فنأتي إلى موضوع البرلمان. أعتقد نحن بحاجة إلى تشريع حقيقي، ونرجع إلى موضوع الاستملاك العيني. حتى القرار الأخير الذي صدر من مجلس الوزراء الذي يتم بموجبه تحويل جنس الأراضي من زراعة إلى سكني، عالج فقط التي داخل حدود التصميم. هذا من جانب. أيضا عالج فقط موضوع الأراضي المملوكة للدولة، وبالتالي نحن لدينا أراضي مثلا ملاصقة للتصميم أو ضمن التوسع المستقبلي للتصميم أو داخل التصميم وهي مملوكة للغير أو فيها حقوق تصرفية، وبالتالي نحن نحتاج إلى تشريع حقيقي يعالج كل هذه الأمور. حتى هذا الأمر العشوائيات والتجاوز نتركه وراء ظهورنا، ونبدأ بمرحلة جديدة، مرحلة عندما نريد أن نخلق تنمية لابد أن تكون لنا خطوات حقيقية في مقدمتها توفير السكن اللائق للعراقيين. الآن حسب المعلومات المتوفرة لدي هناك حاجة لدينا بحدود 3 مليون وحدة سكنية لسد أزمة السكن في عموم العراق، وبالتالي هذا رقم كبير جدا. أعتقد يجب أن تكون هناك تشريع في موضوع معالجة العشوائيات والتجاوزات التي هي داخل حدود التصميم أو خارج حدود التصميم، هذا أولا. وأن تكون الأراضي مملوكة للدولة أو الغير التي فيها حقوق تصرفية والتي هي ملك صرف، لأن معظم هذه الوحدات والتجمعات السكانية أصبحت واقع حال، وبالتالي لا يمكن إزالة آلاف الوحدات السكنية ولا يوجد بديل. فأعتقد نحن نطلب من البرلمان ونطلب من الحكومة أن تطالب البرلمان بتشريع قانون الاستملاك العيني من أجل التخلص بحوالي 85% إلى 90% من هذه العشوائيات المنتشرة في بغداد أو باقي المحافظات. جد أحسنت سعد القادر. هسه أريد نتحول إلى موضوع آخر لا يقل أهمية عن الوضع الجهد الخدمي، وأيضا هو يرتبط بجهد خدمي حكومي، وأعتقد أن دولة رئيس الوزراء متجه بقوة نحو هذا الموضوع، لا وهو مدينة المربعين، مدينة الحدباء، مدينة الموصل. هذه المدينة تضررت بشكل كبير جدا خلال دخول داعش ومعارك تحرير المدينة. أين وصلت مراحل الإعمار؟ أين وصل مراحل بناء مطار الموصل؟
الكل يعرف أن محافظة نينوى ومدينة الموصل بصراحة قبل 2014 قبل دخول داعش كان تنظيم القاعدة يصول ويجول في المدينة، وبصراحة كان هناك كابوس على صدور جاثم على صدور أهل المحافظة، وكان أعتقد كانت سقوط الموصل واحتلالها من قبل داعش هي نتيجة حقيقية للممارسات التي حدثت قبل 2014 عندما احتلت عصابات داعش الإرهابية المحافظة والمدينة. بصراحة يعني دمرت كل البنى التحتية حتى حاولت أن تؤثر على نفوس الناس وتغير أفكارهم وطبيعة يعني انتماءاتهم. وأيضا في عمليات التحرير كانت المدينة هدف في تدمير البنى التحتية، فالمدينة تحطمت بشكل كبير جدا إما من قبل عصابات داعش الإرهابية أو نتيجة عمليات التحرير. فقدنا بحدود 50,000 وحدة سكنية، فقدنا 5 جسور فقط داخل مدينة الموصل وعشرات الجسور داخل المحافظة. كان في مدينة الموصل 3700 سرير داخل المستشفيات تم تدميرها بشكل كامل، المدارس تم تدميرها بشكل شبه كامل، أيضا موضوع الطرق الخارجية، موضوع المطار. عصابات داعش الإرهابية كانت تدميرها تدمير ممنهج، والدليل على ذلك الذي رأى مطار الموصل أن تم تقطيع المدرج على مسافات منتظمة بالجرافات وأيضا الطرق الخارجية. هذا يعني وبالتالي لو نحصي الدمار هو دمار بنسبة 80% للبنى التحتية في محافظة نينوى. الحمد لله نحن بصراحة يعني كانت هناك رؤية حقيقية من قبل السيد محافظ نينوى واللجنة العليا للإعمار من أجل أن نبدأ بصولة جديدة. مثل ما كانت عمليات التحرير نحن بدأنا بعمليات الإعمار. الآن نينوى، وأتمنى من قناة الأيام أن تزور المحافظة وتطلع على ما أصبحت فيه المحافظة من نوع آخر من الإعمار. وأبشركم وأبشر كل العراقيين أن مطار الموصل قد أحيل إلى شركات رصينة، وإن شاء الله خلال سنة ستكون هبوط أول طائرة في مطار الموصل الذي نعتقد أن المطار هو من المشاريع المهمة والاستراتيجية، حيث سيكون له يعني بصراحة الموصل فيها تقريبا أكثر من 4.5 ملايين، فبالتالي حركة المواطنين، أيضا جلب الشركات الاستثمارية، المنظمات الدولية، فستكون الموصل قبلة مثل ما كانت، وترجع هي إن شاء الله نحاول أن تكون هي المحافظة الأولى في طليعة المحافظات العراقية، وهي محافظة كل العراقيين. الموصل هي مدينة حضرية بطبيعتها، فهي تحب أن تكون دائما يعني مميزة بكل الأمور. وهذه دعوة لجنابك أن تكون أحد البرامج لايف مباشر من مدينة الموصل بافتتاح المطار لو قبله إن شاء الله هذه الأيام إن شاء الله. لنا الشرف إن شاء الله أكيد، يعني إحنا نضع إيدنا بيدكم من أجل الارتقاء بمستوى خدمي أكبر يعني، وخاصة هي ذاقت الموصل لويلات من داعش وحاولت مثل ما تفضلت أن تغير أفكار وتقاليد وعادات أهلها الأصلاء، يعني مو الدخلاء، لأن هي مشكلة كانت الموصل إحنا نعرفها وكنا نزورها، مو اللي صار بها يعني، ما كان هناك يعني كنا نتخيل أن يكون هناك تعاون للأسف لبعض الدخلاء على أهل الموصل. بالمناسبة دكتور حازم أحب أن أعرج على موضوع أنه حاليا الموصل تعتبر المحافظة الأولى بالأمن بعد محافظة دهوك ما شاء الله، بعد حتى بموضوع الجرائم الجنائية. هناك سبب رئيسي في هذا الموضوع، نتيجة ما عانوا أهالي المدينة والمحافظة من بطش
ومن قبل عصابات داعش الإرهابية. فكل المواطنين الآن هم يمثلون العنصر الأمني، المواطن هو الاستخبارات هو الأمن. وبالتالي بعد اليوم أهالي المدينة والمحافظة لا يقبلون بأي دخيل عليهم أو أي جهة خارجية تحاول أن تخرب أو تعزل الموصل عن جسمه عن العراق الذي نحن نعتز أن نرتبط ببغداد وفي عراقنا العظيم. وهذا درس جديد أعطوه أبناء المحافظة، أن اليوم كل أهالي المحافظة هم يمثلون العنصر الأمني الأول، وهذا الموضوع أدى أن تكون المحافظة الأولى بعملية استقرار حتى في موضوع الجرائم الجنائية والحمد لله. وأيضا لا ننسى دور القوات الأمنية المتواجدة الآن من القوات المسلحة والحشد الشعبي وكل الأصناف الأخرى التي لها دور كبير في عملية استذباب الأمن. فمن إذا لم يكن أمن لا يكون هناك إعمار، لم يكن هناك أمن لا تكون هناك تنمية. فالآن الموصل أصبحت يعني بصراحة فيها حركة تجارية كبيرة جدا، وأصبحت هناك الكثير من الدول سواء الإقليمية والدول العالمية هي عينها على الموصل في موضوع الاستثمار في الموصل. بصراحة موقعها استراتيجي وكذلك موقعها السياحي، وإن شاء الله باكتمال المطار أعتقد سنكون قد قطعنا شوطا كبيرا في عملية خلق تنمية حقيقية في محافظة نينوى. أحسنتم. طبعا حتى نختم كنا ختامها مسك إن شاء الله بمشروع مطار الموصل، وفعلا إن شاء الله راح نكون حاضرين في افتتاح المطار، وممكن تصير أول طائرة هي نفسها تجي من بغداد إلى مدينة الموصل لافتتاح هذا المشروع المهم كما تفضلت، واللي هي أكو علي أعين كثيرة حاولت بكل وسيلة وأعتقد تتفق وياي أن توقف هذا المشروع. جهاد بصراحة نعتبر المطار هو هوية الموصل، هوية نينوى. فالمطار أعتقد حتى هناك اهتمام من قبل دولة رئيس الوزراء سيد محمد الشياع السوداني، وسيدعو إلى اجتماع أعتقد إن شاء الله بعد غد للجنة العليا لإعمار الموصل حتى يتم التأكيد والتركيز على مشروع مطار الموصل. هذا شيء إيجابي أستاذ عبد القادر، إن شاء الله أكيد إحنا ندعم هذا المشروع كون هو يخدم أهالي المحافظة بالدرجة الأولى، كون أهالي المحافظة هناك كثير من عاطلين عمل، هناك مشاريع متلكئة، هناك تقليل وقت زمن العمل، ممكن المواد المستوردة مواد الأولية للعمل في إنجاز خدمة الموصل وإعمارها تكون سهولة عملية النقل بفترة زمنية قصيرة. في ختام الحلقة نشكر السيد عبد القادر الدخيل المدير التنفيذي لإعمار مدينة الموصل وأيضا عضو فريق الجهد الخدمي الهندسي الحكومي، شكرا لجنابك، شكرا لحضورك من الديوانية مباشرة إلى بغداد، وهذا شيء يحسب لكم، وإن شاء الله نحن داعمون بكل ما نمتلكه من أدوات إعلامية كقناة الأيام أن يكون في خدمتكم إن كان في الموصل وفي الجهد الخدمي الحكومي. شكرا دكتور حازم، وشكرا لقناة الأيام التي لها بصراحة دور كبير في عملية إبراز عمل الفريق الجهد، وإن شاء الله سنكون عند حسن ظن أهلنا في عموم المحافظات العراقية ونقدم خدمة حقيقية تليق بهم. أحسنتم كثيرا، شكرا لك مرة أخرى أستاذ عبد القادر الدخيل، وإن شاء الله نحن فرحين طبعا فرحين جدا بهذا الجهد الكبير. شكرا مرة أخرى أستاذ عبد القادر. إذا مشاهدين الكرام في ختام الحلقة تقبلوا تحيات كادر البرنامج، وأنا موعد ومقدم البرنامج حازم الحربي أبو مهار، ألتقيكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم يوم السبت الساعة 9 مساء. في أمان الله.